نغتنم بوجود حضرتك معانا واتكلمنا عن كلية الذكاء الاصطناعي في المنوفية، عن أقسامها، عن إقبال كمان الشباب على الالتحاق بهذه الكلية. طبعا اقبال، مش عايز اقول لحضرتك الاجيال الجديده يعني ربنا يحفظهم، هم اذكى منا واشطر منا وانبغ منا، شايفين الدنيا اكتر منا بكتير قوي واحنا في جيلهم طبعا يعني. ف الاقبال بقى غير طبيعي لدرجه انه فاق القدره الاستيعابيه ب 10 مرات تقريبا. يعني الناس اللي كانت حاطه الكليه مرحله اولى قد اللي احنا قبلناه ب 10 مرات زياده. ياه. بالظبط مرحله اولى وحاطينها رغبه اولى، دليل على ان الولاد بقوا فاهمين الدنيا رايحه فين. تمام. الفورم اللي اتعمل السنه اللي فاتت عالميا 2023، الجلوبال ايكونوميك فورم اللي هو المنتدى الاقتصادي العالمي، حط العشر وظائف اللي هم طالعين والعشر وظائف اللي بيضمحلوا. سيبنا من اللي بيضمحلوا دول عشان الناس ما تزعلش مننا النهارده. العشرة اللي طالعين تسعه منهم في مجال الذكاء الصناعي والحوسبه السحابيه والكلام ده كله، وواحد منهم اللي هو في الزراعه محطوط فيها ما يسمى البريسيجن اجريكلتشر، الزراعات الدقيقه اللي قايمه على الذكاء الصناعي والتكنولوجيا. يعني ايه بقى الدمج كمان ما بين ده وما بين ده. فطبعا الولاد بيشوفوا ده قوي والولاد مطلعين قوي. فالاقسام اللي دخلت دلوقتي اقسام عندنا سايبر سيكيورتي، امن سايبراني، وده مهم، داتا ساينس، علوم البيانات اللي بتحلل البيانات كلها، ماشين انتليجنس، ذكاء الاله اللي هو بيعمل ده كله، وعندنا القسم الرابع انتليجنت انجينيرنج سيستم او النظم الهندسيه الذكيه الخاصه بالروبوتكس وبالانترنت الاشياء والحاجات الجديده دي كلها.